Percebes, não? Deixa-me ser, deixa para o Lourenço. Escolha, escolha. 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 شنو سافروا ليه؟ سافروا ليه؟ تليفون. لا اله الا الله. خو ترى جاو ولا جاو؟ ترى جاو. مرحبا خويا الزين الله يحفظك. قطع المنصة. اذا مرحبا بكم مشاهدينا ومتابعين شفتي في هذا البث المباشر مباشره من مدينه الجديده. كما كتشوفوا معنا منع جماهير جماهير الرجاء البيضاوي والجماهير ياك منعوا ديال الرجاء منع جماهير فريق الرجاء البيضاوي من دخول الملعب العبدي. يعني الناس جايه من بعيد جايه كتب جايه باغا تتفرج تم المنع ديالها. الناس مقطعين الناس مقطعين تشيكي ولكن تم المنع ديالها من دخول الى الملعب العبدي في هذه الاثناء. السلام عليكم. السلام خويا. خويا بالنسبه انتم مقطعين تشيكي. مقطعين اخويا تشيكي. وعلاش اخويا ما خليكوش تدخل؟ خويا ما عرفنا السبب شنو هو اخويا جايين ضاربين طريق اخويا مخلين قرايتنا ومخلين شحال من حاجه. فهاد العطله اخويا واخا حنا ما فهمتي تاع عذاب اخويا والله الا العذاب اخويا عندنا وراقينا وما خلوناش ندخلوا اخويا السبب علاش والله ما عرفنا. حنا اخويا فهمتي هاد الراجا اخويا راه برا خرجت علينا اخويا جايين بالوريقه ديالنا الكرامه ديالنا ومع ذلك الدفع اخويا اخويا راه وتلقاو لنا الجمهور ديال الجديده اخويا وكلونا العصا اخويا عطاونا العصا اخويا ولكن هادشي ان شاء الله ولكن اخويا عم خويا الله يحفظك اخويا والله لا حول ولا قوه الا بالله اخويا. اذا كما كتشوفوا متابعين شوف تي في في هذا البث المباشر العناصر الامنيه كتقاوم جماهير فريق الرجاء بعدم دخول للملعب. منع جماهير البيضاويه لدخول تيران العبدي في هذه الاثناء. الامن الوطني يمنع فريق الرجاء البيضاوي من دخول الملعب العبدي في هذه الاثناء. خويا راه السلطات المحليه ديالها خدمتها ولكن اخويا راه الغالب الله خويا راه انا ما الناس مقطعه التيكي ديالها جي كاين اللي كاين اللي جي من مدن بعاد وتم يعني حبسوه في الباب. يعني السبب مع يعني ما عرفوش شنو هو السبب اللي خلاهم ان تحبس جماهير فريق الرجاء امام الملعب العبدي ودخول الجماهير الدكاليه الى الملعب. كاين بعض الناس اللي تشفروا لهم في هذا الزحام تشفروا لهم تليفوناتهم بعض الناس تشفروا لهم حوايجهم ولكن كما كيقولوا الغالب الله ما خلاهمش يدخلوا الى ملعب العبدي في هذه الاثناء. كما كتشوفوا كميات الجماهير الرجاويه البيضاويه اللي كاينه في هاد الملعب بحضور الامن الوطني في هاد الاثناء. كما كتشوفوا كميه كبيره من الجماهير وحضور الامن الوطني الى الملعب في هاد الاثناء. كما كتشوفوا الكميه الكبيره لفريق لجماهير البيضاويه. بعدم دخول جماهير البيضاويه في هذه الاثناء. تحيه للامن الوطني اللي يدير الخدمه ديالو مواكبه الحدث هذا. الله يحسن عوانهم حتى هما ولكن عندهم اوامر انهم بعدم دخول فريق الرجاء عدم عفوا دخول جماهير فريق الرجاء البيضاوي. يعني الناس جايه من بزاف المدن كاين اللي مخلي خدمته وجاي كاين اللي مقطع التيكي ديالو ولكن تم المنع ديالهم من دخول الملعب العبدي في هذه الاثناء.
يعني الامن يطالب في هذه الاثناء بتسويه الوضعيه والنظام باش قدروا انهم يكملوا الاجراءات ديالهم، ولكن الجمهور يريد ان يكون في قلب ملعب العبدي في هذه الاثناء. المغرب الفاس غدا مع الوداد. منين جيتي من فاس؟ فاس تفرج الوداد. جيتي باش تحضر الجمهور غدا غتفرج كازا. كما كتشوفوا كميات الجماهير اللي حبوا سعد الباب. اذا المشاهدين المتبعين شوف تي في، نخليكم معنا ونتلاقوا في بث مباشر اخر في امان الله. الى اللقاء.